الآن بالمحاضرة في مادة مدخل إلى علم النفس وميادينه، في المحاضرة السابقة تكلمنا عن عدة مواضيع ضمن الفصل الأول من الكتاب، من كتاب مدخلك الوثيق إلى علم النفس وميادينه. فأذكر بأبرز العناوين التي تكلمنا أو تكلمنا عنها في المحاضرات السابقة. في محاضرتين تكلمنا عن علم النفس مفهومه وأهدافه وتطوره وميادينه. تكلمنا عن مفهوم علم النفس، أهداف علم النفس، إن من أهداف علم النفس الفهم والضبط والتنبؤ. تكلمنا عن نشأة علم النفس وتطوره، علم النفس في العصور القديمة. تكلمنا عن علم النفس كما يراه سقراط بس باختصار، أفلاطون، أرسطو. تكلمنا عن أيضا سابقا عن علم النفس في العصور الوسطى، علم النفس عند العرب، علم النفس في القرن السابع عشر، في القرن الثامن عشر، في القرن التاسع عشر، ومن ثم علم النفس في القرن العشرين. وقلنا في القرن العشرين أخذ علم النفس الذي كان جزءا من الفلسفة سابقا يصبح علما مستقلا، له حيثياته وله معاييره وأسسه ونظرياته. وقد برزت في تلك الفترة أي في القرن العشرين مدارس متنوعة متعددة في مجال علم النفس، أبرزها المدرسة السلوكية، أبرز قادتها بافلوف، واتسون، هيل، ثورندينغ. مدرسة الجلطات أبرز قادتها وروادها كوفيكا ولافين، ومدرسة التحليل النفسي ومؤسسها فرويد، ومن أبرز روادها وقادتها إدلر ويونغ. بعدها انتقلنا للكلام عن ميادين علم النفس وفروعه. بداية تكلمنا عن علم النفس الطبي أو العيادي، علم النفس المدرسي أو التربوي. تكلمنا أيضا عن علم النفس الصناعي، علم النفس الإداري، وما يتضمنه من كلام عن أنماط وأساليب الإدارة. بعدها تكلمنا عن علم النفس الجنائي وعلم النفس الحربي، ومن ثم علم النفس الاجتماعي. وتكلمنا بعدها انتقلنا أو بعد أن انهينا الكلام عن علم النفس الاجتماعي، نكون بذلك قد أنهينا الفصل الأول من كتاب مدخلك الوثيق إلى علم النفس وميادينه. أما اليوم فسوف نتكلم إن شاء الله عن مناهج البحث في علم النفس، عن مناهج البحث في علم النفس. اليوم سوف نحاول أن نتكلم عن مناهج البحث في علم النفس. مناهج البحث في علم النفس. درن حديث سوف يكون الآن في هذه المحاضرة عن مناهج البحث في علم النفس. أين أصبحتم؟ أمل إرسال اللينك إلى الطلاب عزيزتي، فتقول بأسرع وقت ممكن للبدء. يلا ببعثها إياه. للبدء بالمحاضرة، أوكي؟ يلا.
كان ننتظر قليلا لحظات إن شاء الله نبدأ بالمحاضرة. عنوان المحاضرة أذكر مجددا: مناهج البحث في علم النفس. هناك المنهج الوصفي، سأتطرق الآن إلى العناوين بعد أن نبدأ بالتفاصيل. إذا منهج الوصفي، المنهج الوصفي يتضمن الملاحظة العلمية، الطريقة الطولية، الطريقة المستعرضة، الطريقة التجريبية، الطريقة الارتباطية، الطريقة الإكلينيكية، والطريقة خامساً طريقة المقابلة الشخصية. هناك طرق أخرى أيضاً، رسوم الأطفال، مذكرات المراهقين، السجلات والوثائق، كلها تدخل في إطار مناهج البحث العلمي وفي جمع المعلومات والمعطيات لتدوينها وتحليلها أيضا. أنواع المناهج المعتمدة في البحث النفسي بالتحديد: عندنا المنهج العلمي، منهج التأمل الباطن، عندنا الملاحظة الإسقاطية، الملاحظة الموضوعية، عندنا أيضا منهج التجريب، وعندنا مجموعة كبيرة أيضا من المدارس الفكرية في هذا المجال. إذن لنبدأ بالمحاضرة. المحاضرة أذكر أنها مسجلة وسوف يتم تسجيلها، ويمكن من لم يتسنى له الاطلاع عليها اليوم أو سماعها لاحقا. إذن مناهج البحث في علم النفس: يسعى الباحث في علم النفس إلى الوصول إلى فهم أفضل للإنسان وأنماطه السلوكية المختلفة، ولتحقيق هذا الهدف يتطلب دراسة الأفراد والخبرات التي أسهمت بتشكيل سلوكهم ودراسة العمليات اللي بتأثر في شخصياتهم. وعليه فإن الباحثين في علم النفس يهدفون إلى أول شيء تحديد الخصائص الجسمية والنفسية للأفراد في مراحل أعمار المختلفة، تحديد الفروق الجسمية والنفسية بين الأفراد، تجميع بيانات معيارية عن الفرد، التحقق من مدى عمومية مبادئ النمو، تحديد العوامل والأسباب التي تؤثر في السلوك الإنساني السوي وغير السوي. نحن بنعرف في سلوك سوي وفي سلوك غير سوي. التزويد بالمعلومات والمبادئ والمفاهيم والأساليب والإجراءات اللي بتساعد في حل المشكلات السلوكية والشخصية لدى الأفراد. من مناهج البحث المستخدمة في مجال علم النفس عندنا المنهج الوصفي Descriptive Method. يتناول المنهج الوصفي الظواهر النفسية كحال State مثل الغضب، الخوف، القتل، أو سمة مثل الانطوائية، التسلطية وغيرها، كما يهدف إلى جمع أوصاف علمية كمية وكيفية عن الظاهرة المدروسة كما تحدث في وضعها الطبيعي، دون أي محاولة من قبل الباحث في التأثير بالظاهر. هذا المنهج الوصفي. المنهج الوصفي إذن نرجع من عيد، بيتناول ظواهر نفسية مثل الغضب والخوف والقتل، أو سمات نفسية مثل الانطوائية والتسلطية وغيرها، ويهدف إلى جمع ماذا؟ يهدف إلى جمع أوصاف علمية كمية. إذن يهدف إلى جمع أوصاف علمية كمية عن الظاهر المدروس كما تحدث في وضع الطبيعي، من دون ما يتدخل الباحث بالتأثير في الظاهرة أو التلاعب بعواملها
أو أسبابها، ويتم جمع البيانات والمعلومات المطلوبة في هذا المنهج من خلال عدة أدوات أو إجراءات. واضح الصوت؟ واضح دكتور. ماشي الحال؟ عم يبلش يزيد العدد، هم في طلاب عم تلتقي. عفوا أنا هلأ ممكن ترجع تعيد مش كنت عم تحكي؟ بعدنا بالأول عم نحكي عن المنهج الوصفي. ماشي دكتور. يلا ماشي. دكتور ممكن سؤال؟ يلا عيني احكي. هلا انت هديك الحصة اعطيت التنان؟ اي تنين؟ ايه اعطيت تنين. مش مسجل الحصة لنحضرها؟ لا بعتقد مسجلة. ما عم نلاقيها، كتير طلاب ما عم بلاقوا. تنين بستة ما بقى. هلا حسب الامور التقنية والفنية، لانه محاضرات كلها عم تتسجل، بس بدكم تشوفوا احيانا ما بيقدر يوصل اذا واحد ما عنده اليوزر نيم او شيء، بعدين تتزبط الامور. على كل الكتاب قريبا رح يكون متوفر عند مجلس الفرع اللي فيكم تحصلوا عليه للكتاب. يلا عيني رح خلينا نكمل. اذا حكينا اول منهج المنهج الوصفي اللي بيتناول الظواهر النفسية مثل الغضب والخوف والقتل، أو السمات النفسية مثل الانطوائية والتسلطية وغيرها. هذا المنهج اللي هو المنهج الوصفي يتم جمع البيانات والمعلومات المطلوبة في هذا المنهج. كيف بيتم جمع المعلومات بهذا المنهج؟ من خلال عدة أدوات أو إجراءات. شو هي هالأدوات أو الإجراءات؟ عندنا بداية الملاحظة العلمية observation، تعد الملاحظة العلمية المنظمة مش الفوضوية مورداً أو مصدراً مهماً لجمع المعلومات التي لها علاقة بالسلوك اللي نحن ناويين ندرسه، وفيها يهتم الباحث بدراسة الوضع الحالي للظاهرة. حيث تقوم هذه الطريقة على ماذا؟ تقوم هذه الطريقة على الملاحظة المباشرة للأفراد والجماعات في المواقف المختلفة. وقد تتم الملاحظة، ممكن الملاحظة تتم في بيئتها الطبيعية أو في بيئة اصطناعية من خلال إعداد الظروف المناسبة لذلك، كأن نستخدم مثلا كاميرات تصوير خفية أو غرفة زجاجية خاصة. وللملاحظة كأداة من أدوات البحث العلمي أو كأداة مساعدة في المنهج الوصفي، للملاحظة كم شكل؟ أربعة أشكال. عندنا الملاحظة المنظمة الخارجية ويكون أساس المشاهدة، وعندنا الملاحظة المنظمة الداخلية ويقوم الشخص هون الشخص ذاته بيعمل نوع من التأمل الباطني. عندنا الشكل الثالث الملاحظة المرضية أو العفوية، وعندنا الملاحظة الاصطناعية. عندنا إضافة لأسلوب الملاحظة. دكتور ممكن تعطينا مثال؟ نعم ممكن تعطينا مثال على هيك بسيط على كل وحدة؟ إيه هلا بنحكي. الطريقة الطولية تطبق هذه الطريقة على عينة صغيرة. إذا الطريقة الطولية اللي هي أداة بالمنهج الوصفي تطبق على عينة صغيرة. إذا تطبق على ماذا؟ على عينة صغيرة من شخص واحد إلى خمسة أشخاص. إذ يقوم باحث أو عدة باحثين بدراسة ظاهرة سلوكية أو أكثر ومتابعتها عبر زمن طويل يمتد إلى سنين، ويلاحظ في مثل هذه الطريقة أن حجم العينة صغيراً وعدد الباحثين فيها قليل، والزمن اللازم لتنفيذها، هذا بعدنا عم نحكي عن الطريقة الطولية، زمن اللازم لتنفيذها طويل ولكن نتائجها دقيقة. وبالرغم من ذلك يصعب تعميم نتائجها. لا ما فينا نعمم نتائجها، لأنه هذه الطريقة بتكون العينة فيها قليلة لكلة أفراد عينتها، لأنه العينة قليلة، كما أنها تحتاج إلى صبر ومزيد من الجهد. ليه؟
لأنه تستمر لفترة طويلة، ممكن تستمر لأكثر من سنة، بتكون من الرائبهم بمراحل عمرية مختلفة أو مراحل دراسية مختلفة. من سلبيات لهالطريقة، أي طريقة، الطريقة الطولية، من سلبياتها أيضا احتمالية تسرب أحد أفراد العينة نظرا لطول الزمن، إنه ممكن هاي العينة اللي هي خمس أشخاص، لأنه بتمتد لسنوات بمراحل عمرية بمراحل دراسية متعددة ومتنوعة، ممكن حدا من أفراد هالعينة الخمسة يتسرب، يطلع من المدرسة أو يطلع من المؤسسة اللي عم يتعلم فيها، وهذا يقلل من دقة نتائجها وإمكانية تعميم نتائجها. هذه الطريقة الطولية. الطريقة المستعرضة، تطبق هذه الطريقة مش على عينة صغيرة مثل الطريقة الطولية، على عينة كبيرة قد تصل إلى المئات ومن فئات عمرية مختلفة، إذ يقوم مجموعة باحثين بدراسة بعض النواحي النفسية لدى أفراد العينة، ومقارنة هذه النواحي بين الفئات العمرية المختلفة، ما يمكنهم من التوصل إلى نتائج الدراسة الطولية بوقت أقل. الخطوات اللي بيتبعها الباحث بهالطريقة تقوم أساساً على تحديد الظاهرة، ثم وضع فرضيات لها أو حولها، وجمع البيانات لاختبار هذه الفرضيات، ثم إجراء التطبيق وإعلان النتائج وتعميم تلك النتائج على الحالات المشابهة للحالات المدروسة، لكي تأخذ قوة القانون إذا أمكن تطبيقه في أزمنة وأمكنة مختلفة. الطريقة التجريبية، إذا حكينا عن الطريقة الطولية إن العينة بتكون فيها صغيرة 4 أو 5 أشخاص، حكينا عن الطريقة المستعرضة إن العينة بتكون فيها كبيرة وقد تصل إلى مئات الأشخاص من فئات عمرية مختلفة. الآن بدنا نحكي عن الطريقة التجريبية. الطريقة التجريبية، واضح دكتور؟ ممكن شوي أبطأ، ما عم نلح نكتب شيء. يلا يلا نوت أوس. بكونش تكتبوا كل شيء، مشكلة إذا بكتبوا كل شيء. يلا بس أعمهلي شوي لو سمحت. يلا يلا نحاول نخفف الإيقاع شوية. تهدف هذه الطريقة، أي طريقة؟ الطريقة التجريبية. تهدف هذه الطريقة إلى تحديد أثر متغير ما في السلوك أو الظاهرة موضع البحث، وبذلك فهي تعنى بالكشف عن العلاقات السببية بين المتغيرات. هذه الطريقة، الطريقة التجريبية، تتميز بماذا؟ بالدقة في ضبط العوامل، يعني عوامل المشكلة أو الظاهرة وقياسها. ليه؟ لأنها تسعى للكشف عن العلاقات السببية التي تربط ظاهرة ما بغيرها، والتغيرات التي تحدث في هذه الظاهرة أسباب المحتملة. وعادة تجري مثل هذه الدراسات في أجواء مخبرية، يعني ضمن المختبر للمساعدة، ومش بالضرورة المختبر بس فيزياء وكيمياء وما شابه وبيولوجيا، في مختبرات كمان بمجال العلوم الإنسانية، للمساعدة في ضبط الظاهرة المدروسة وإبعاد المتغيرات الدخيلة اللي ممكن تأثر بالنتائج. هالطريقة، الطريقة التجريبية، تسمح بالقياس الدقيق لأنواع السلوك المختلفة اللي مطلوب ندرسها. وعادة يقسم الباحثون المتغيرات في الدراسات التجريبية إلى 3 أنواع. شو هي؟ عندنا المتغيرات المستقلة، وعندنا المتغيرات التابعة، وعندنا المتغيرات الدخيلة أو الطارئة. ثالثاً عندنا الطريقة الارتباطية. الطريقة الارتباطية، إذن عن كم طريقة صرنا حاكين؟ حكينا عن أول شيء الملاحظة العلمية، أو كلهم تحت عنوان المنهج الوصفي. المنهج الوصفي من الأدوات التي تستخدم، الطرق التي تستخدم في المنهج الوصفي
عندنا الملاحظة العلمية، عندنا الطريقة الطولية، عندنا الطريقة المستعرضة، وعندنا الطريقة التجريبية. الآن الطريقة الارتباطية، تهدف هذه الطريقة إلى الكشف، تهدف هذه الطريقة إلى الكشف عن العلاقات الارتباطية بين المتغيرات، حيث تكثر المتغيرات التي ترتبط مع بعضها بعضا بعلاقات غير سببية. فهم ببلش الطريقة الارتباطية، يعني اللي بتحاول تربط بين مختلف العلاقات والمتغيرات اللي بتأثر على ظاهرة معينة، مثلا كالعلاقة بين وقت الدراسة والعلامة. يعني ممكن نعمل بحث معين حول ما هي العلاقة بين وقت الدراسة، يعني الوقت اللي بيدرس فيه أو كمية الوقت إذا بدكم اللي بيدرس فيه الطالب، والعلامات اللي بياخدها. فكلما زاد وقت دراسة الطالب على مادة معينة ازدادت علامته في تلك المادة. يعني المنطق أو الفرضية بتقول أنه بمقدار ما بيدرس أكثر بيحصل على علامات أكثر. هلأ ممكن من خلال البحث تطلع هاي الفرضية صحيحة وممكن ما تطلع صحيحة، لأنه بالنهاية موضوع التحصيل العلمي أو العلامات اللي ممكن يأخذها الطالب مش دائماً بتكون مرتبطة بكمية أو بعدد الساعات اللي بيدرسها، بنوعية الدراسة، بنوعية المراجعة أو المذاكرة في هذا المجال. عندنا الطريقة الإكلينيكية، وإلى علاقة هون هذه بشكل أساسي بالجانب العيادي. ترتبط كلمة إكلينيكي عادة بوجود عيادي أو سرير، ومع ذلك فإن هذه الطريقة تختلف باختلاف دلالاتها وأساليبها، حيث أن دراسة أي حالة تختلف تبعا للمشكلات التي انبثقت منها والمظاهر المرتبطة بها. وعموما فالطريقة الإكلينيكية، والبعض يسميها الطريقة العيادية، تقوم على هذه الأسس، على هذه الأسس أو على بعض من هذه الأسس. أول شيء يعني الأسس التي تقوم عليها الطريقة الإكلينيكية أو العيادية، أول أساس الفحص الطبي، ويقوم به عادة الطبيب المختص في هذا المجال. ب دراسة التاريخ الحالي، يعني الأساس الثاني تندرس الحالة تاريخها، ويتضمن مصدر المعلومات هنا جميع الأفراد يقولون عليها واللي بيتعامل معهم من هو معني بهذه الحالة، واللي بيتعامل معهم من هو معني بهذه الحالة. عندنا الاختبارات السيكولوجية، اختبارات سيكولوجية. واضح الصوت؟ أوكي. أي واضح دكتور. نعم دكتور. أوكي. بعدنا عم نحكي عن أي دكتور. طريقة؟ الطريقة الإكلينيكية. الإكلينيكية. إن هاي الطريقة بتقوم على مجموعة من الأسس. الأساس الأول، أول أساس الفحص الطبي. ثاني أساس دراسة التاريخ الحالي، الحالة المرضية اللي بتكون موجودة. ثالث أساس الاختبارات السيكولوجية، psychological tasks. وهذه الأدوات ضرورية لاستكمال المعلومات. كل هول الأسس اللي عم نحكي عنهم هني بمثابة شو؟ أدوات، تقنيات بيقدر من خلالهم الطبيب أو المعالج النفسي يجمع معلومات ومعطيات بيقدر من خلالها يشخص الحالة اللي موجودة قدامه، لا يقدر يحدد بالضبط طبيعة المشكلة، لا يقدر فيما بعد يحط أو يقدر يضع خطة علاج. أوكي؟ إذا
بهذه الطريقة الإكلينيكية التي تعتمد على تلك الأسس التي ذكرناها، فحص طبي ودراسة التاريخ الحالي والاختبارات السيكولوجية، ضمن هذه الطريقة أي الطريقة الإكلينيكية أو العيادية تستخدم اختبارات متنوعة متعددة. شو هي الاختبارات؟ حدا يذكر شيء من الاختبارات إذا حاضر بذهنه؟ دكتور أسئلة بيسألوه أسئلة بي. برافو، أسئلة في اختبارات أكثر من الأسئلة. اختبارات تكون مسممة مسبقة، مثل شو؟ اختبار الذكاء، اختبار الشخصية. برافو والله حساب. برافو، مش معقول، اختبارات الذكاء. شو كمان في عنا؟ اختبارات الشخصية. في عنا اختبارات التوجيه المهني، الميول، الاتجاهات إلى آخره. من خلال هذه الاختبارات اللي حكينا عنها، ماذا يتم؟ شو بيحصل؟ شو بتفيدنا هذه الاختبارات؟ أو شو بتفيد المعالج النفسي أو الطبيب أو الباحث؟ بتحدد المشكلة. برافو، بتشخص المشكلة. بتعرف كيف يعطيه اختبار حتى من خلاله بيعرف كيف بده يتعامل مع الشخص. ايه، التشخيص الحالي، تفسير الحالي، وضع التصميم العلاجي، اختبار الفروض، وبالاخر شو النتائج. هلا خامسا عندنا طريقة المقابلة الشخصية، انترفيو مثلا. هي عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن علاقة بين الباحث وبين مين؟ وبين فرد أو مجموعة. يعني المقابلة أما أن تكون فردية وأما أن تكون جماعية. إذا فردية يعني بين المعالج أو الطبيب وشخص يكون قاصد يتعالج. إذا كانت جماعية بتكون بين المعالج أو الطبيب وبين مجموعة من الأفراد. شو الهدف من المقابلة؟ الهدف الحصول على المعلومات المطلوبة. وقد تكون المقابلة مباشرة بين الباحث، بين المعالج، بين الطبيب وبين المريض أو المستهدف. وقد تكون غير مباشرة من خلال مناقشة حرة وغير مقيدة لموضوع متعلق بالظاهرة النفسية. ممكن يكون عبارة عن مناقشة حرة، مش بالضرورة تكون محصورة بموضوع معين. وقد تدور المقابلة حول مجموعة من الموضوعات والأسئلة فيها محددة على نحو مسبق. بتكون الأسئلة شو؟ محددة مسبقا. ممكن تكون الأسئلة مفتوحة، يعني الإجابة عليها مفتوحة. ممكن تكون الإجابات محددة. في عنا أسئلة بيكون إجاباتها مفتوحة، بتعبر بطريقة حرة بشكل ديمة. مثل الاستمارة يعني دكتور؟ ايه، استمارة، مش بالضرورة استمارة عبية كتابية. ممكن مقابلة تكون شفهية. ممكن مقابلة كتابية وممكن تكون مقابلة شفهية وجها لوجه أو بطريقة غير مباشرة، ساعتها بتصير كتابية. وهناك ظروف تؤثر في صدق المعلومات المعطاة، منها ظروف المكان والزمان والتسجيل وثقة المريض أو المستهدف بالشخص اللي عم يعمل معه المقابلة. وتستخدم طريقة المقابلة في الحياة في الحالات الآتية: تاريخ الحياة وتاريخ الحال. يعني إذا بدنا ندرس الملف الشخصي، الواقع الشخصي لشخص ما، لإنسان ما، فنحن لابد أنه نستخدم طريقة المقابلة الشخصية، أما مباشرة وجها لوجه أو من خلال استمارة معينة. عندنا طرق أخرى أيضا تستخدم في مجال البحث العلمي. عندنا رسوم الأطفال. هذه الرسوم يمكن أن تساعد في التعرف على كثير من اهتمامات وعلاقات الأطفال الاجتماعية في أهله، بذويهم، برفاقهم، وما يشغلهم أو ما يشغل هؤلاء الأطفال أكثر من غيرهم. كل هذا ممكن. شو اسمه رسوم؟ شو
شو اسم الطريقة؟ الأطفال. رسوم شو؟ يعني إن طريقة رسوم الأطفال. الأطفال. رسوم الأطفال. من خلال رسوم الأطفال نقدر نعمل سكانر إذا صح التعبير نفسي لما يجول في داخلهم، ونتعرف من خلال تلك الرسومات على علاقاتهم بالآخرين سواء كانوا أهل أو رفقاتهم. دكتور شو ذاته اختبار رشاخ؟ شو عيني؟ هو ذاته اختبار لا رشاخ؟ لا رسومات هذه هلا رسومات عم نحكي عن رسومات إضافة لأنها ربما تعكس الدوافع لديهم وما يعانون منه. عندنا اثنين مذكرات المراهقين كمان من الأدوات اللي ممكن تستخدم في البحث العلمي وتعد مصدرا هاما من مصادر المعلومات عن المراهقين. ليه؟ لأنه هالمذكرات مذكرات المراهقين يمكن أن تكشف عن مشاعر غير صحيحة في نفوسهم، وممكن تشكل أداة ضاغطة عليهم للقيام بسلوك لا ينم عن صحة نفسية. يعني لما منفتش بهالمذكرات تبعون المراهقين ممكن نتعرف على مشكلات أو نتعرف على مخبوءات ومكبوتات موجودة في لاوعي هؤلاء المراهقين، وبالتالي تلك المكبوتات والمخبوءات أدت إلى قيام مشكلات نفسية لا يعرف هؤلاء أسبابها، وهم بحاجة لمن يعرفهم على ذلك، وبالتالي لن يتم ذلك إلا من خلال المتابعة والعلاج النفسي أو البحث النفسي. عندنا مذكرات الراشدين مثل ما في عندنا مذكرات المراهقين، عندنا كمان مذكرات الراشدين يعني الناضجين والواعيين، تعد مصدرا جيدا لإعطاء صورة عن طفولتهم ومراهقتهم حتى مرحلة الرشد عندهم، ويستفاد منها للوقوف على الظروف الأسرية اللي أحاطت بالفرد خلال حياته وطرق معاملة الأهل له والتعرف على سماته الشخصية. كمان من الأساليب والوسائل المستخدمة في البحث العلمي السجلات والوثائق، تعد السجلات المدرسية والصحية والمنزلية من المصادر الأخرى المهمة. مهمة لشو؟ لجمع المعلومات عن الأفراد، إذ يمكن أن تزود الباحثين بالعديد من المعلومات اللي ممكن يكون من الصعب الحصول عليها من خلال أدوات أخرى. وطبعاً هذا يساهم بماذا؟ يساهم بفهم الأنماط السلوكية والشخصية لدى الأفراد، ويمكن التعرف من خلاله أيضاً على المشكلات الصحية والانفعالية والأكاديمية اللي عانوا منها هؤلاء الأشخاص أو بعضهم لحد هلا. دكتور مالك، وتلك المستندات والملفات الشخصية ممكن تساعد في الإضاءة على المشكلة اللي هني عم يعيشوها أو معانوا منها، وتساعد أيضا في وضع علاج أو حل لها. نعم، هذا بدي أسأل شيء. سوري، هولي كلهم بيندرجوا تحت المنهج الوصفي للبحث العلمي؟ كأدوات أساليب. الآن بدنا نحكي هيك دكتور نعم. لو سمحت، الصور العائلية تعتبر وثائق؟ ايه ممكن مش كتير يعني، لأنه إذا كان هذه الصور غالبا نحن يعني بيكون الواحد عم يقوم فيها بجو متصنع، يعني ما ياخد وضعية معينة وشغل معين وكذا، وإنه بيكون هو من جوا كتلة حزن أحيانا، بس بشوف حدا بده يصوره بيتبسم أو بينبسط أو مش عارف شو، يعني ما مش وسيلة نقية ومحايدة إذا صحت، مش موضوعية. أنواع المناهج المعتمدة في البحث النفسي، أن المنهج العلمي طبعا العلم بوجه عام معرفة منظمة لمجموعة من الظواهر. بيتميز المنهج العلمي بجمع الوقائع والمعلومات عن طريق شو؟ الملاحظة المنظمة، مش الملاحظة العفوية. إذن يتميز المنهج العلمي بجمع الوقائع والمعلومات عن طريق أول شيء الملاحظة المنظمة الهادفة، الملاحظة الموضوعية
مش الملاحظة الذاتية أو الشخصية، أي الملاحظة. لما بنقول ملاحظة موضوعية يعني ملاحظة لا تتأثر بجرد المشاعر وعواطفه وانحيازاته وأفكاره السابقة وما يقوله عامة الناس. لأنه بس نحكي عن منهج علمي بدنا نحكي فورا، بس نحكي عن منهج علمي بدنا نفتكر في البداية ونتذكر دائما وأبدا أنه أهم عنصر من عناصر البحث العلمي ما هو؟ المنطق والعقل. المنطق والعقل موضوعية، ملاحظة المنظمة والهادفة. ثاني عنصر من عناصر البحث العلمي أو المنهج العلمي الملاحظة الموضوعية لا الذاتية، مش بدها تدخل مشاعرك وأحاسيسك وميولك ورغباتك وأحكامك المسبقة، كلها بدك تدخلها هذه ببحثك العلمي وتقول أنا بحثي موضوعي وعلمي. لا، ما بعود بحث علمي، نفس الموضوع إنشاء عربي. إذن الملاحظة الموضوعية هي يعني على مستوى المنهج العلمي. العنصر الثالث الملاحظة التي يمكن التحقق من صحتها، كمان ما في يقول أنا عن أمر ما أنه تم ملاحظته بشكل دقيق إذا ما كان في إمكانية للتحقق من صحة تلك الملاحظة. وهون بيجي دور البحث العلمي اللي مبني على فرضيات ومبني على نتائج وأرقام وتحليل لموضوع لتلك النتائج. المنهج العلمي هو الحد الفاصل أو الفيصل بين ما يمكن أن يسمى علماً وبين غيره من دروب المعرفة. إذن ما يفصل بين البحث بين العلم وبين غيره من الأمور الإنشاء وما شابه الوجدانيات والسرديات هو المنهج العلمي. يعني في كتير طلاب أحيانا بيعمل لك بحث، تطلب منه بحث، بيعمل لك بحث هو عبارة عن موضوع إنشاء عربي مطول شوي وبيعبر لك فيه عن أحاسيسه ومشاعره وما له علاقة بأسس البحث العلمي، لا في ملاحظة منظمة وهادفة ولا الملاحظة إذا حصلت موضوعية بل هي ذاتية وشخصية. والملاحظة إذا طبقها أيضا لا يمكن التحقق من صحتها. كذلك علم النفس لم يصبح علما، إن علم النفس في البدايات كان جزءا من الفلسفة. علم النفس لم يصبح علما قائما بذاته إلا حين بدأ العلماء يطبقون المنهج العلمي بدراسة الوظائف النفسية وبدراسة السلوك الإنساني. لأنه علم النفس بيهتم بشكل أساسي بدراسة ماذا؟ بدراسة أي سلوك؟ سلوك الفرد، سلوك النفسي للشخص، سلوك حتى بيدرس كمان السلوك الحيواني أيضا. منهج التأمل الباطن، منهج تأمل التأمل الباطن. شو يعني التأمل الباطن؟ مجرد ما نسمع بكلمة تأمل يعني شغلة داخلية، يعني إلى علاقة بداخل الإنسان بباطن الإنسان. التأمل الباطن أو الملاحظة الداخلية أو الاستبطان بمعناه العلمي والدقيق هو ملاحظة الشخص لماذا؟ ملاحظة الشخص ما يجري في شعوره في داخله من خبرات حسية أو عقلية أو انفعالية. مش حيلا ملاحظة، ملاحظة منظمة صريحة تستهدف وصف هذه الحالات وتحليلها. هذا منهج التأمل الباطن. يعني لما بروح شخص مريض أو بحاجة لإرشاد وعلاج نفسي لعند المعالج النفسي بيقول له تأمل في داخلك، شو حاسس، بشو بتشعر، شو في شغلات داخلية زعجتك مضايقتك، سواء كانت هذه الحالات حاضرة
يعني موجودة هلأ حالياً كحالة حزن أو غضب أو حالات سابقة من الماضي، من استديو الماضي، مثل أحلام النوم، أحلام اليقظة. إنه الأحلام اللي بنحلمها بكثير من الأوقات بتكون عم تعبر عن ماذا؟ عن أشياء كفتينا جواتنا، عن عقل، بتكون عم تعبر عن مكنونات، عن مخبوآت، عن مكبوتات موجودة باللاوعي، وقامت بالليل لما كنا نايمين تسللت من اللاوعي وطلعت لوين؟ على المخيم. أوكي. من الأمثلة على استبطان الحالات الشعورية الحاضرة مثلا أن تطلب إلى شخص، تطلب من شخص، هذا مثل على الاستبطان، يوصف لك حالته وهو عم يستمع إلى محاضرة جافة. يعني من ضمن الأسئلة أنك أنت تسأله سؤال، شو بيكون وضعك، شو بتحس، شو بتشعر لما بيكون الدكتور أو الدكتورة عم تعطيك محاضرة جافة خالي من المنكهات والمرطبات والمحسنات إذا صح التعبير، وفيها نسبة عالية من الملل، شو بيكون شعورك؟ أو شو هو شعورك أنتوا عم تقرأ؟ طبعاً هون بيكون المعالج النفسي عم يسأله للمريض، شو شعورك أنت عم تقرأ كتاب ممل أو عم تستلم رسالة غير منتظرة غير متوقعة؟ هذه أسئلة بتكون عم يسألها المعالج أو المحلل النفسي ليقدر يشوف ماذا يستبطن أو ماذا يوجد في باطن هذا الشخص من ماذا؟ من مخبوآت. لأنه أصلاً المشكلة النفسية عندما تبان أسبابها، بتبين أسبابها بوضوح، بتبطل المشكلة. إذا بان السبب شو؟ بطل العجب. برافو. من الأمثلة على استبطان الحالات الشعورية الماضية، يعني شغلات حصلت بالماضي، أن تطلب إلى شخص أن يجيبك على الأسئلة الآتية. مثل شو؟ مثلا أنك تسأل سؤال، ما أقدم ذكرى تستطيع أن تسترجعها من ذكريات طفولة؟ قل له شو هي ذكرى قديمة، احكي لنا عن ذكرى قديمة عشتها بطفولتك مثلا. تسأل هذا سؤال تفاجئوا فيه مثلا، هل حلمت مرة أنك تصير هيك بالشارع بلا ملابس مثلا؟ هيك حلمت مرة؟ وماذا كان شعورك أثناء الحلم؟ إنه لما حلمت مثل هذا الحلم شو كان شعورك؟ لأنه ممكن يكون جزء من الحالة النفسية اللي عم يعيشها الآن مرتبطة بماذا؟ بمشاعر وأحاسيس ومكبوتات جنسية. صديق، هل كان حزنك على موت صديقك منذ شهر مثلا أشد من حزنك على فراقه اليوم؟ يعني بتقول له أحد من أصدقائك بدي أفطر بحالة ما يتوفى من شهر، فحزنك لما توفى من شهر هو كان أشد من حزنك على فراقه اليوم، يعني بعدك أنت أكيد عايش مستوى عالي من الحزن على فراق صديقك أو صاحبك أو حدا بيهز عليك. طبيعي، هذا هو باختصار أسلوب الاستبطان، يعني محاولة المحلل أو المعالج النفسي أو الطبيب النفسي الدخول إلى أعماق وأعماق الشخص المستهدف، أو بمعنى آخر الذي جاء يطلب العلاج أو المتابعة في هذا النطاق. اعتراضات على الاستبطان، طبيعي مش كل المفكرين والعاملين في المجال علم النفس بيوافقوا على الاعتراض على الاستبطان. الاستبطان بقي لفترة طويلة المنهج السائد في الدراسات النفسية حتى أواخر القرن الماضي، يعني القرن العشرين وأوائل القرن الواحد وعشرين. بعدين وجهت له لأسلوب الاستبطان اعتراضات عديدة،
وحتى في مدارس بمجال علم النفس، مدارس معاصرة مثل المدرسة السلوكية أعرضت، يعني بطلت تستخدم لهذا تستخدم هذه الطريقة، طريقة الاستبطان، لأنه اعتبرت الاستبطان منهج غير علمي. وكانت حجتها في ذلك إنه الحالات الشعورية التي تدرس عن طريق الاستبطان هي حالات فردية ذاتية ما فينا نعممها، أي لا يمكن أن يلاحظها إلا صاحبها وحده. أنت عم تحكي مع شخص من خلال إجاباته وتعبيراته وعباراته وأحياناً صفحات وجهه عم تحاول تأخذ معلومات أو مخبوآت أو مخبوتات موجودة بداخله، وممكن يكون عم يعبر صح وممكن يكون عم يعبر غلط، وممكن يكون صادق وممكن يكون منه صادق، ومن ثم لا يمكن أن تكون تلك المعلومات المستبطنة اللي عم يعبر عنها موضوع بحث علمي، لأنه لا يمكن التحقق شو؟ لا يمكن التحقق من صحتها. برافو، صحتها مش معقول، جاهزين على الفور. وأيضا من الانتقادات التي توجه إلى الاستبطان إنه الشخص ينقسم في أثناء هذه العملية، عملية الاستبطان، إلى ملاحظ وملاحظ، يعني بيلعب الدورين، دور اللي حدا عم يلاحظه ودور اللي عم يلاحظ حاله، كأنه عنده شخصيتين في آن واحد، وهذا من شأنه أن يغير الحالة الشعورية عفواً التي يريد وصفها وتحليلها. من أجل ذلك يرى بعض المفكرين استحالة. نعم، بس سؤال. طب هلأ بالنسبة للاستبطان، لما بتكون المشكلة عادة، يعني لما بروح مريض عند معالج نفسي، ما بتكون المشكلة شخصية أساساً؟ يعني لحتى المفروض حسب شخصية المريض وحسب مشاكله هو. تركتيني عيني، كنتي تركتيني لكفي، وبرجع من بتسأل السؤال اللي بدك إياه، بركي باللي كفيتهم أنا جاوبه على سؤالي. خليني كفي الفكرة والفكرة وتكرم عينك، السؤال بدك تسأليه جاهز نجاوب. إذن من الانتقادات التي وجهت إلى الاستبطان إنه الشخص ينقسم بنفس الموقف إلى ملاحظ وملاحظ، بيلعب الدورين، وطبعاً إنه يلعب دورين بوقت واحد ممكن يغير الحالة الشعورية التي يريد وصفها وتحليلها. من أجل ذلك يرى بعض المفكرين استحالة هذا المنهج. ليه؟ لأنه الإنسان على حد قول بعضهم لا يستطيع أن يطل من النافذة من الشباك ليرى نفسه سائراً في الطريق. أنت ما فيك تطلع من الشباك مثل ما قال أوغست كونت. إيه سؤال؟ إنه لا يمكن أن أقف على النافذة وأرى نفسي أسير في الشارع. برافو، برافو، هذا اللي عم نقوله الآن. لا يستطيع أن يطل من النافذة ليرى نفسه سائرا في الطريق. ولا هون بيكون عم نحل مشكلة، بيكون عم نحل مشكلة نفسية معينة، بصير عندنا مشاكل، انفصام شخصية أو ازدواجية شخصية أو هلوسات مخفية إلى آخره. الاستبطان لا غنى عنه. ما عم نقول انه اسلوب الاستبطان مرفوض 100%، لابد منه، بالرغم من العيوب والاعتراضات التي وجهت الى منهج الاستبطان، فهو منهج لا غنى عنه للباحث في علم النفس. لا غنى عنه، فهو يقوم، هل تسمعوني؟ فهو يقوم بالدور الأكبر في بعض الدراسات التجريبية، حين نسأل الشخص الذي تجرى عليه التجربة أن يصف لنا ما يرى، لأنه ببعض الدراسات التجريبية بتطلب من الشخص اللي مشارك بالتجربة بالبحث يوصف لك شو شايف أو ماذا يسمع أو ماذا يشعر بعد مجهود ذهني طويل، أو بعد سماع لحنا موسيقيا معينة، أو رؤيته شريطا سينمائيا، أو مشاهدته لصورة أو رسومات معينة تعرض عليه.
هل يتذكر جميع تفاصيلها بنفس الوضوح؟ هل يسهل عليه تذكر ألوانها أكثر مما بيع من أشياء أخرى؟ إذا منهج الاستبطان لا غنى عنه لما بنكون عم نعمل بحث بيتطلب تجربة معينة وبيكون مطلوب من هذا الشخص اللي بيكون مشارك بالتجربة أو اللي عم تنعمل على التجربة يسألنا شو شايف وشو بيحس وماذا يشعر وماذا يرى وشو بيعني له هذا المشهد أو تلك الصورة أو تلك الرسمة. يعني نحن عم نطلب منه يوصف نفسه من الداخل في تلك اللحظة، يوصف مشاعره أحاسيسه. فإذا ما في غير منهج الاستبطان بيساعدنا بمثل هيك مرحلة رغم العيوب والانتقادات التي وجهت إليه، كما أنه الأساس باستفتاءات الشخصية. كمان استفتاءات الشخصية تعتمد بشكل أساسي على منهج الاستبطان، عندما نطلب إلى الشخص أن يجيب كتابيا أو شفهيا عن مجموعة من الأسئلة تلقي الضوء على ما لديه من ميول أو رغبات. يعني إذا بدنا نعمل اختبار للشخصية، بدنا نسأل الشخص اللي بدنا نختبر شخصيته مجموعة من الأسئلة أو شفهيا أو خطيا لنقدر نتعرف من خلاله على ما لديه من ميول ورغبات. يعني إذا واحد بدي له أنا شو ميوله، كيف بدي أعرف ميوله إذا هو ما جاوبني؟ هلا ممكن أنا راقبه لفترات طويلة لأقدر أعرف هذه الميول والرغبات، بس إذا أنا بدي أحصل على نتائج أولية وفورية يجب أن توجه تلك الأسئلة إلى الشخص المعني باختبار الشخصية لأتعرف على ما لديه من ميول ورغبات أو مخاوف أو متاعب. مثلا هل تشعر بالارتباك والضيق؟ هذا أحد الأسئلة ممكن تنسأل للشخص لحتى نختبر شخصيته. هل تشعر بالارتباك والضيق وأنت في جماعة من الناس لما بيكون حواليك مجموعة كبيرة من الناس؟ هل يعتريك الدوار، يعني بتشعر بدوخة من رؤية منظر أو مشهد الدم؟ هل يشرد انتباهك كثيرا وأنت تذاكر دروسك؟ يعني كثير من الطلاب بيكون عندهم ناس، مش بس الطلاب، ناس بشكل عام عندهم مساحة كبيرة من الشرود، خصوصا هلأ الشرود الذهني، الارتباك الذهني، التشتت الذهني. كمان هي من الأسئلة اللي بتنسأل للأشخاص نقدر نشوف سماتهم الشخصية والنفسية. فإن أجاب الشخص إجابة غير واضحة أو مشتبهة أمكن أيضا عن طريق الاستبطان معرفة ما يريد الإجابة عنه تحديدا، لأنه مرات كتير من الإجابات بيكون المطلوب من المعالج أو المحلل النفسي أن يقرأ ما بين الحروف. كمان إذا ما كان المعالج النفسي أو المحلل النفسي صاحب خبرة وتجربة وسمات شخصية وذاتية تمثل بسرعة البديهة ودقة الملاحظة ومهارات اكتشاف ما يستبطنه الشخص اللي عم يتعالج أو المريض وقراءة ما خلف الحروف وقراءة ما لم يقله الشخص، لأنه مرات بيكون المعنى الأساسي ليس في الكلام الذي قيل، في الكلام الذي لم يتم قوله. وهون براعة المعالج أو المحلل النفسي. لا، في محلل نفسي بينجح بشغله بعمله، في محلل نفسي ما بينجح، بيفتح عيادة وبيبقى بيطلع فاشل، أو بتفتح عيادة وبتبقى عيادة فاشلة، أو حتى على مستوى الطب أو أي مهنة من مهن الحياة. في أطباء مشهورين صدر الناس من أماكن بعيدة، في أطباء بعض الحدا مجهولين وفاشلين مع أنهم صاروا سنوات متخرجين. إذن السمات الشخصية والذاتية زائد الخبرة والتجربة التي يكونها الشخص ذات إخلاصه لعمله، إتقانه لعمله، تعطيم عمله ومهنته بحب وشغف، يجعله معالجا بارعا قادرا على أن يقرأ
صفحات وجه من يعالجه، ما يعبر عنه وما لم يعبر عنه. أوكي. وأثناء العلاج النفسي يستمع المعالج إلى ما يرويه المريض من مشاعر ومخاوف وأوهام وأفكار تتسلط عليه وتستبد به ولا يستطيع منها خلاصا، ويسترشد بما يرويه المريض في تشخيص مرضه ومعونته على الشفاء. يعني كل كلمة بيقولها المريض لقاصد المعالج النفسي أو الطبيب النفسي أو العيادة النفسية، كل كلمة كل عبارة حتى الطريقة اللي بيقول فيها الكلام أو العبارات بأي نبرة بيقولها، صفحات وجهه كيف كانت، كل هذا تلك الملاحظات يجب أن يأخذها المعالج النفسي بعين الاعتبار ويلاحظها بشدة وبشفافية وبمسؤولية وبموضوعية أيضا، ليقدر يتمتع بصفات المعالج النفسي البارع ويكون عم يمارس عمله وشغله بكل موضوعية وبكل تجربة. الملاحظة الإسقاطية. ملاحظة الإسقاطية، شو يعني ملاحظة إسقاطية؟ هي ملاحظة السلوك الظاهر للغير من إنسان وحيوان وتأويله على أساس من خبرتنا الشعورية نحن البشر، نحن الناس العاديين. فإذا مثلا نعطي مثل على الملاحظة الإسقاطية، فإذا وخزنا طفلا بإبرة أثار الوخز، إذا دقينا بإبرة للطفل، هذا الإبرة شو راح تتحرك فيه؟ سلوك الصياح، وافترضنا أنه يشعر بألم، كمان كارثة إذا بدنا نستغرب أنه لا عم يشعر بألم، ومع أننا لا نستطيع أن نعرف شعوره، ما بنقدر نعرف شعوره من الداخل هذا على التحديد، غير أننا لا يسعنا إلا أن نقول أنه يشعر بشعور شبيه بشعورنا حين تخزنا إبرة. هون نحن صرنا عم نعمل عملية إسقاط، يعني أنت ما عشت بهاللحظة الشعور، بس كنت عايش سابقا، مشان هيك تعرف أنه شعوره بالألم مشابه إلى حد ما لشعورك بالألم لما بيوم من الأيام حدا نكزك بدبوس أو غرز في داخلك دبوس. وإذا رأينا شخص عم يبتسم، طبعا مش الشخص اللي غزيناه بالدبوس، لا شخص عادي تاني، هذه حالة تاني، إذا لقيناه عم يبتسم هذا بيكون من علامات شو؟ من علامات إنه مسرور ولا مقهور؟ الفرح السعادة. إيه، من علامات إنه مسرور، يعني هي الملاحظة الأولية، يعني منطق الأمور هكذا. إنه منهج، أي الملاحظة الإسقاطية أو المنهج الإسقاطي، يفترض أن الآخرين يشعرون كما نشعر ويفكرون كما نفكر، هذا المنهج الإسقاطي، ويسلكون كما نسلك نحن لو وجدوا في ظروف نفسها. يعني نعمل إسقاط إنه لو هؤلاء الأشخاص أو نحن لو كنا محل هؤلاء الأشخاص بنتصرف بهذا الشكل، وهني إذا كانوا محلنا لازم يتصرفوا بهذا الشكل، أي أنه يقوم على إسقاط حالاتنا الشعورية على الآخرين كما تسقط الصورة السينمائية على الستار. هذه بالزمانات أنه نزلوا لك الصورة بالسينما كانوا على ستارة معينة، هذا الإسقاط طبيعي ومشروع متى كان الباحث يقترب من المبحوث بالسن. طبعا لما بدأت تستخدم هذا المنهج، أي المنهج الإسقاطي، هذا الاستخدام بيكون طبيعي ومشروع وحقيقي لما بيكون الباحث اللي عم يستخدم هالمنهج قريب في سنه وخبرته وطباعه ووجهة نظره وطريقة تفكيره ونوع الحضارة اللي بيعيش فيها من الشخص الآخر، بل حتى في تكوينه الجسدي. لذا كان فهم الكبار لسلوك الكبار وأحوالهم، مشان هيك مرات بينقال حتى بسلوكياتنا العادية وممارساتنا الشعبية إنه ما بيفهم على الصغار الأطفال إلا اللي بيكون بعمرهم، أو الكبار إلا اللي بيكونوا يعني بنلاقي اللي هني ضمن فئة عمرية معينة قريبة
أعمارهم من بعض البعض بيقدر يفهموا حالهم أكثر أو يفهموا بعضهم أكثر، والنساء بيقدروا يفهموا بعضهم كنساء أكثر، وكذلك الرجال كان فهم الرجال للرجال أصدق من فهم النساء. يعني كثير من الأشخاص دكتور الرجال بيكونوا على مستوى تعاطيهم مع أصدقائهم الرجال بيقدروا يفهمون أكثر، بينما لما بيتعاطوا مع النساء ممكن يفهمون صح وممكن يفهمون غلط، وأحيانا العكس بيكون صحيح ولو نسبيا. إذن تفسيرنا لسلوك أفراد مجتمعنا أسوأ من تفسيرنا لسلوك الأفراد اللي بيشاركونا ما بيشاركونا نفس الحضارة ونفس الثقافة. يعني أنت لما بدك تعمل نوع من الإسقاط، هذا الإسقاط ممكن يكون نتائجه مقبول ومعقول إذا كان على أشخاص قريبين من عمرك، قريبين من مستواك الثقافي، قريبين من بيئتك الاجتماعية. مش إنه شاب في لبنان بده يعمل إسقاط حول مسألة معينة أو مشكلة معينة على شباب في بالمجتمع الغربي أكبر منه بالعمر، حتى لو كانوا ما بعد في تجرد صار فيش موضوعيا، لأنه الموضوع الثقافي والموضوع الحضاري مختلف، فما يصح اعتباره مشرفا في مجتمع ما. إذا ما يصح اعتباره مشرفا في مجتمع ما قد يكون مقرفا في مجتمع آخر. الأشياء اللي أنت بتحبها بغزارة وبجدارة بمجتمعك ومحيطك وبيتك، سواء كانت أشياء أو منظومات فكرية وقيمية وأخلاقية، ممكن يكون بمجتمع آخر بيكرهوها أيضا بشدة وبعنف. مثلا بعض الحركات، مثلا نحن نعبر عن انفعال الدهشة مثلا برفع الحاجبين بانفراج العينين، لكن سكان الصين مثلا بالصين ما بيعبروا بنفس الطريقة. يعني إذا واحد مننا راح على الصين مثلا وشاف مشهد هيك مدهش أدهشه مشهد ما وعبر بهذه الطريقة، راح يلاقي إنه الصينيين مدهوشين منه، يمكن يضحكوا عليه، لأنه هن لما بيواجهن مشهد معين بيندهشوا منه، بيكونوا مدهوشين من مشهد معين، ما بيعبروا بإنه يرفعوا حواجبهم برفع الحاجبين وانفراج العينين. كيف يعبرون عن الدهشة؟ يعني من علامات الدهشة عند الصينيين أو يعبرون عن هذا الانفعال أي الدهشة بإخراج ألسنتين، بيطلع لسانه لبرا. إحنا إذا واحد هوني مثلا طلع لسانه لبرا بنعتبرها شغلة معيبة جدا، وممكن تعمل مشاكل وتعمل قصص طويلة عريضة، وتعتبر من الحركات الشاذة أو لا أخلاقية. إذن ما ينطبق على ثقافة معينة على مجتمع معين قد لا ينطبق على مجتمع آخر. وكثير من الناس أحيانا يكون عندهم معاناة كبيرة لأنه بيحاول يعمل إسقاط من وحي تجربته أو من وحي محيطه أو مجتمعه أو ثقافته أو حضارته على الآخرين. هذا الإسقاط غير المناسب وغير الملائم يؤدي إلى سقوطه، وقد يكون السقوط مدويا ومريعا. فلذلك المنهج الإسقاطي له سماته وصفاته ومستلزماته ومعاييره وأسسه التي يجب أن تطبق ككل مش بشكل جزئي، حتى يقدر هذا المنهج يؤدي إلى نتائج حقيقية وموضوعية. عندنا الملاحظة الموضوعية، تضطرنا عيوب الملاحظة الإسقاطية اللي حكينا عنها قبل شوي ومنزلقاتها إلى اصطناع منهج الملاحظة الموضوعية في دراسة كتير من موضوعات علم النفس. ويقصد بالملاحظة الموضوعية، ماذا يقصد بالملاحظة الموضوعية؟ ملاحظة سلوك الغير إنساناً كان حيوان. التجرد هو. برافو، دون الإشارة إلى حالاته الشعورية. يعني أنت جاي تلاحظ سلوك هذا الشخص، سلوك هذا الإنسان أو سلوك هذا الحيوان بغض النظر عن ماذا؟ عن مشاعري أنا. إيه مشاعرك ومشاعره. أنت جاي تعمل بحث علمي هون.
مش جاي تعبر عن مشاعرك وأحاسيسك ودون أن تمارس نوع من الإسقاط لحالاتك الشعورية عليه. مش أنت عندك أزمة ببيتك أو عندك مساحة من التوترات والانفعالات في داخلك تجري من وحي انفعالاتك وتوتراتك ومشكلاتك النفسية تعمل إسقاط على هذا الشخص اللي أنت عم تعمل على تجربة أو اختبار، بل نكتفي بملاحظة ماذا؟ سلوكه الظاهر. نحن قلنا السلوك الظاهر، حركاته، تعبيراته، لغته، وتسجيل الظروف المحيطة التي تحصل فيها تلك التصرفات أو السلوكيات. ظاهر هذا المنهج، ظاهر هذا المنهج أعم وأشمل من منهج الملاحظة الإسقاطية، إذ به نستطيع أن ندرس سلوك الكائنات، كائنات حية تختلف عنا اختلافا بعيدا. كذلك يستخدم هذا المنهج الموضوعي على نطاق واسع في علم نفس الطفل وعلم نفس الشباب وعلم النفس الاجتماعي وعلم النفس المقام. إذن المنهج الموضوعي كنت حضرتك عم بتقول انه الملاحظه الموضوعيه هي اهم واعم من المنهج الاسقاطي. اي كيف يعني اهم؟ تستخدم اكثر، تستخدم على نطاق واسع. أوكي. لانه بنقدر من خلالها ندرس سلوك كائنات حيه مختلفه عنا، يعني مش مثل المنهج. بالمنهج الاسقاطي بدك تدرسي اشخاص من مجتمعك ملائمين أو منسجمين معك أو متجانسين معك ثقافيا واجتماعيا وحتى عمريا، بده يكون عمر قريب من عمرك واهتمام، يعني مقيد. المنهج الإسقاطي قيوده كثيرة، من منهج عام يعني مشتركة. يعني لازم يكون المنهج الإسقاطي فيه مشترك بيننا وبين اللي عم نعمل عليهم دراسة. أي الملاحظة الموضوعية أول شيء عنا، إذا بدنا نحكي عن أنواعها أو بعض مجالاتها للملاحظة الموضوعية، عنا الملاحظة في مجال الطبيعة وعنا الملاحظة التتبعية. شو يعني الملاحظة في مجال الطبيعة؟ هي الطريقة الوحيدة لدراسة السلوك الذي لا يمكن إحداثه في معامل علم النفس أو مختبرات علم النفس، أو السلوك الذي يشوه وينحرف إذا انحدث في المختبر. مبين من العنوان ملاحظة في مجال الطبيعة، يعني بدك تلاحظ الإنسان في الطبيعة على طبيعته بدون مؤثرات، أو إذا بدكم بالتعبير المتداول من دون مكياج ومؤثرات صوتية وسمعية وبصرية وما شابه، من دون رتوش. تستخدم هذه الطريقة في علم نفس الحيوان لدراسة السلوك الاجتماعي للقردة مثلا وميلهم إلى أن يحاكي بعضهم بعضا. نحن بنعرف أنه مجتمع القردة بيكون يعني عندهم لغة تواصل خاصة فيهم، حتى عندهم بعض العادات، وممكن هذا الأسلوب، أسلوب الملاحظة في الطبيعة، يستخدم أيضا في علم نفس الطفل لدراسة لغة الأطفال في سن معين، دراسة ألعاب، تطور تفكير، تغير مظاهر الغضب لديهم بتقدم العمر. كذلك يكثر استخدامها ببحوث علم النفس الاجتماعي لدراسة الصور المختلفة للتفاعل الاجتماعي لدى العمال بالمصانع أو المهاجرين من القرية للمدينة أو لدى الطلبة عند التحاقهم بالجامعة. إذن الملاحظة في مجال الطبيعة ممكن نستخدم هذا الأسلوب في تلك المجالات التي تكلمنا عنها. عندنا النوع الثاني من الملاحظة الموضوعية. نعم. يعني الملاحظة في المجال الطبيعي يعني دراسة الأفراد أو دراسة العينة على أرض الواقع، ببيئتها. على أرض الواقع.
الملاحظة التتبعية، إحدى صور الملاحظة الموضوعية هي الملاحظة التتبعية، وتستخدم لعدة أغراض، منها تتبع نمو قدرة جسدية معينة أو قدرة عقلية معينة أو سمة خلقية. بنشوف أحياناً بعض الأطفال اللي بيعتادوا أهلهم يخدمون عند طبيب أطفال منذ الولادة، يكونوا معتمدين طبيب معين وبيعطيهم اللقاحات وما شابه، بيحاول يقيس هذا الطبيب بكل فترة، ياخذ وزنه للطفل، حركة نموه للطفل، طوله، الكلام عنده إلى آخره. إذن هذه نسميها الملاحظة التتبعية، أو ممكن يكون كمان ملاحظة تتبعية لقياس مزاجية الإنسان من طفولته إلى مرحلة المراهقة مثلا، مثل تتبع نمو الذكاء، اللغة، تطور الشعور الديني، العاطفة القومية، الميول، القدرة على ضبط النفس. كل هذه نسميها ملاحظة تتبعية للناحية المزاجية أو الأخلاقية عند الشخص. بالطريقة التتبعية أيضا نستطيع دراسة إضمحلال حاسي من الحواس أو قدرة التعلم أو التذكر. نعرف بعض الأشخاص بعمر معين ببلشوا يفقدوا المقدرة على التذكر، خصوصا بمرحلة يعني الشيخوخة، وفي منهم قبل للأسف. وبها يستطيع الطبيب النفسي أن يتتبع حالة المريض النفسي منذ طفولته الأولى لحد ما ظهرت عنده أعراض المرض، فيتساءل عما تعرض له المريض من أمراض جسدية، صدمات انفعالية، مشاكل عائلية، متاعب دراسية، أزمات اقتصادية، وكيف، مش بس كيف يعني لشو تعرض، أيضا كيف يستجيب لهذه الصدمات والأزمات. على أن الملاحظة بمثل هذه الأحوال مش دائما بتكون ملاحظة موضوعية خالصة 100%. إذن هذه الملاحظة التتبعية، لأنه كل أنت عم تطلب من الشخص نفسه أو عم تطلب من أشخاص عايشوا هذا الشخص أو عايشين معه يحكوا لك عن هالمراحل اللي مر فيها هذا الشخص، هالمحطات أو المطبات أو المصاعب والمتاعب اللي عانى منها. وممكن هم ما يعبروا يعني بموضوعية أو بتجرد، ممكن يكون في تعبيرهم بعض العاطفة، سواء كانت عاطفة إيجابية أو سلبية. منهج التجريب، لو اقتصر العلم في بحوثه على انتظار وقوع الأحداث والظواهر لملاحظتها لكان هذا العلم بطيئا، لذا كان لابد له أن يتدخل فيرتب الظروف التي تقع فيها الظواهر ترتيبا معينا، ثم يلاحظ ما يحدث، وهذا ما نسميه التجربة. فليست التجربة إلا ملاحظة مقصودة مقيدة بشروط تجعلها تحت مراقبة الباحث وإشراف. دكتور؟ نعم صح. ليست التجربة إلا شو؟ نعم ليست التجربة إلا شو؟ ما سمعت أنا. ليست التجربة وين هلأ؟ آخر شيء حضرتك قلته. ليست التجربة إلا ملاحظة مقصودة. إلا ملاحظة مقصودة، يعني التجربة ملاحظة نحن قاصدينها، شنو عفوية مقصودة عن سابق تصور وتصميم، نحن نقوم بالملاحظة ومقيدة بشروط، تلك الشروط هي اللي بتخليها للملاحظة تحت مراقبة مين؟ مين عمون بالملاحظة؟ العالم المراقب، الباحث النفسي أو الباحث. برافو. إذن من مستلزمات منهج التجريب الفرضيات أو الفرضية تعرض لذهن الباحث أثناء ملاحظاته أو بعدها أفكار بتدور حول موضوع معين عم يبحثوا، وهي أفكار غالباً ما تعرض له في صورة أسئلة تتحدى تفكيره فيعمل على اختبارها للتحقق من صحتها أو عدم صحتها. هذه الأفكار هي ما تعرف بالفروض. من الأمثال على ذلك مثلاً يلاحظ، هذه فرضية من الفرضيات، يلاحظ أن الطلب المتفوقين في دراستهم
أكثر الطلبة انطواءً على أنفسهم وانعزالاً عن الناس. فهون الباحث عنده فضول إنه يعرف أو عنده رغبة إنه يعرف مدى صدق هذه الملاحظة. يعني حدا بيجي بيقول أو هو بيلاحظ هالمسألة إنه الطلاب المتفوقين دائماً بيكونوا منطويين، بده يشوف هل هذه الفرضية صح أم غلط، أو فرضية تانية يريد أن يعرف الباحث مدى تأثير التدخين على التفكير، أو أثر الفقر في الإجرام، إنه هل الفقر يؤدي إلى ارتفاع نسبة الإجرام، أو دور السينما أو أثر السينما بتغيير الاتجاهات النفسية للشباب. كل هذه كل اللي عم نعرضه الآن هو عبارة عن فرضيات. هاي الفرضيات حتى نأكد إذا هي صحيحة أو غلط شو بدنا نعمل؟ بدنا نعمل بحث، بدنا نعمل تجربة. تبهنا؟ أوكي. شو مميزات التجربة؟ إن المجرب يصمم خطة دقيقة قبل إجراء التجربة. قبل ما يعمل التجربة بده يعمل خطة دقيقة منظمة. اثنين، يجعل الظاهرة تحدث أو تحصل في ظروف معينة معروفة وممكن إنه نحن نلاحظها ملاحظة دقيقة، كما تسمح له ولغيره أن يعيد إجراء التجربة مرة أخرى. يعني بيعمل أول شيء التجربة مرة أولى بتكون بمثابة بروبا أو ملاحظة أولية أو تجربة أولية، بعدين بيعملها مرة تاني لحتى يقدر يتأكد إنه اللي حصل بأول تجربة ممكن يحصل بتاني تجربة بنفس الظروف وبنفس المعايير ونفس الشروط. ثلاثة، يستطيع تغيير ظروف التجربة. ممكن يغير الباحث بظروف التجربة لا يعرف إنه إذا غيرنا نحن بمعطى معين قد ايه بينعكس هذا المعطى على النتيجة. توفر التجربة أو تتيح التجربة قياس أثر العوامل التي تسهم في إحداث ماذا؟ في إحداث الظاهرة. أوكي؟ أي تقديرها تقديراً كمياً وعددياً. من نهاية أنت لما بتعمل تجربة كمان بدك توصل إلى تقدير كمي وعددي للظاهرة اللي أنت عم تدرسها، بدك توصل لأرقام. هذه الأرقام اللي بتكون موجودة بجداول بعدين تعرضها وبتحللها وبتحاول تبين الأسباب الموجبة لمثل هذه الظواهر. التجربة بتنعمل أو تجرى لاختبار صحة الفرضيات لا لدعمها وتأييدها. أنت مش جاي تعمل تجربة لتقول أنا ما معي الحق أو فلان معه الحق وأنا ما معي حق أو بالعكس، لا، أنت جاي تعمل تجربة لا تشوف أديها الفرضيات صحيحة أو غير صحيحة بكل موضوعية وبكل تجربة. جيم، ضبط العوامل. التجربة بتساعدنا على التحكم في ظروف من الصعب أو يتعذر السيطرة عليها في الأحوال العادية. أوكي؟ والتجربة مسألة أساسية في البحوث العلمية وخاصة المنهج التجريبي. على سبيل المثال، نهر النيل تغذيه روافد كثيرة، فإذا أردنا أن نعرف أهمية رافد واحد منها في فيضانه، إذا بدنا نعرف أنه أي رافد بيخلي نهر النيل يفيد، لازم علينا، صار مطلوب مننا أن نسد مصبات الروافد الأخرى ما عدا الرافد الذي نريد معرفة أثره. هذا فرضية كبيرة. يعني إذا بدك تعرف إنه أي رافد من هنا الروافد بيلعب دور بفيضان نهر النيل، بتسد تفترض إنه الرافد الفلاني هو اللي عم يلعب هذا الدور، معناته بدك تسكر كل الروافد أو تحولها مجراة لتشوف قد ايه هذا الرافد بيلعب هذا الدور، وهكذا. المتغيرات بسموها variables يطلق على الظاهرة أي السلوك الذي يراد دراسته أو قياسه، المتغير التابع والذي يتوقف حدوثه على عوامل وظروف أخرى. هلأ بنعطي مثال لتوضح لكم الصورة أكثر.
في عنا المتغيرات المستقلة أو بتكون خارجية أو شخصية. المتغيرات الخارجية أو بتكون طبيعية مثل درجة الحرارة، شدة الإضاءة، أو اجتماعية كوجود الفرد في موقف اجتماعي يسوده التعاون أو التنافس أو الصراع مثلاً. هذه العوامل يمكن ضبطها إلى حد كبير أو إلى حد كافي. يعني العوامل الاجتماعية ممكن تضبطها، بس فيك تضبط العوامل الطبيعية لا. أما المتغيرات الشخصية واللي إلها علاقة بحالة الشخص الجسدية وبحالة الشخص النفسية والراهنة، فمثلا ما يبدو عليه من تعب أو استجمام أو فطور أو اهتمام بالتجربة، تحرجي إذا أنت عم تعمل تجربة معينة وهو مشارك فيها، ممكن يكون تعبان، ممكن يكون بحاجة إلى أنه يرتاح، مش مهتم، محرج أو منه محرج، ومقدار ما يبذله بجهد في أدائه، كل هذه بنسميها متغيرات تلعب دور كتير كبير على مستوى التجربة أو المنهج التجريبي. كمان ضمن المنهج التجريبي مش بس بده ينشغل على ضبط العوامل والمتغيرات، لابد من الاستعانة بماذا؟ بالإحصاء. بالإحصاء نظراً لعجزنا عن ضبط هذه المتغيرات ضبطاً تاماً، وبما أنه سلوك مختلف الأفراد بيختلف اتجاه نفس الموقف الخارجي، فمن الضروري بأغلب الأحيان تكرار التجربة على عدد كبير من الأفراد. ناخذ عينة من الأفراد، عدد كبير، ولحتى نحصل على متوسط النتائج. كلما تقاربت النتائج زاد الإيمان بها، وهنا تعيننا الطريقة الإحصائية لأنه بتساعدنا إلى حد كبير نقدر نعتمد على النتائج حتى إن لم نحظى بجميع المتغيرات اللي بتأثر بالظاهر أو عرفنا وتعذر علينا ضبطها. هذا لأن هذه الطرق بمختلف أنواعها تعتبر وسائل لتحليل الملاحظات وعرضها حتى يتسنى للباحث إدراك ما بين أجزائها من علاقات وقراءة ما تنطوي عليه من معاني. دكتور سؤال بليز. يلا تفضل. إيه أوكي، قلت منعيد التجربة إذا صار إذا ما قدرنا نضبط التغيرات، بس كيف بتأثر التغيرات النفسية للشخص على التجربة؟ إحنا منعيدها مرة تانية وتالتة لنشوف إنه قادرين نوصل لنتائج قريبة أو لا. إذا ما قدرنا نوصل لنتائج قريبة معناته هذه المتغيرات لا يمكن ضبطها بسرعة وبعدين أو بسهولة، وبالتالي بيبقى دائما بمجال العلوم الإنسانية أو الأبحاث الإنسانية النتائج ليست مطلقة، هي نسبية، يعني ما في نتائج دقيقة 100%. أوكي؟ أوكي، بس نحن بنحاول نوصل إلى درجة ثبات أو بسموها درجة صدقية عالية من خلال طبيعة المقابلة اللي بدنا نعملها. نحاول نسأل أكثر من سؤال ممكن بيكونوا عم يدوروا حول نفس الجواب حتى نشوف قد هذا الشخص صادق فيما يقوله وليس يتصنع أو يتكلف الصدق. القياس العلمي عنه بيكون في تقلبات نفسية لدى الشخص. ممكن. طيب. أنت بالنهاية ما عم تدرسي جماد أو أشياء أو شيء بمجال العلوم البحثي مثل الرياضيات أو الفيزياء أو الكيمياء، لا، قدامك بشر وناس. القياس في علم النفس يقصد بالقياس تقدير الشيء المادي أو المعنوي بواسطة أو وساطة وحدة معينة لمعرفة عدد ما يحتويه من هذه الوحدة، على أنه القياس ليس طريقة مستقلة من طرق البحث، منه طريقة مستقلة، إنما هو أداة تستخدم في البحوث التجريبية والإحصائية. القياس في علم النفس لا يختلف عن القياس في العلوم الطبيعية الأخرى، لأنه اثنيناتهم سواء العلوم الطبيعية أو علم النفس
يقيس ظواهر خارجية موضوعية، فالقدرة الحسابية أو سمة الأمانة أو قوة الدافع لا يمكن قياسها إلا إذا تجسدت وبرزت للعيان وأمكنت التعبير عنها، أمكن أو أصبح من الممكن التعبير عنها باللغة أو بحركات معينة. طبعاً بعض الناس لا يزال عندهم شك من إمكان دراسة الحالات النفسية والعقلية، لأنه بيعتبروا أنه ما بنقدر أو لا نستطيع أن نقيس الأفكار والقدرات والصفات النفسية، لكنهم من يعني الإسراف أو المبالغة أنه نقول أنه قياس القدرات العقلية والسمات الخلقية أمر مستحيل، أمر صعب بس منه مستحيل. وقد قال ثورنديك أحد المفكرين ثورنديك: كل شيء موجود فهو موجود بمقدار، وما مهمة القياس إلا وصف هذا المقدار. أنت عم توصف هذا المقدار، عم توصف، مش بالضرورة التوصيف يكون دقيق 100%. طبعا الخزانة السيكولوجية تسخر اليوم بفايد من الأدوات والأجهزة والاختبارات وموازين التقدير المختلفة تستهدف قياس الذكاء والقدرات الخاصة، سواء اللغوية والعددية والموسيقية والميكانيكية والقدرة على الابتكار وتذوق الأدب والشعر وصلاحية الفرد للقيادة، مستوى التحصيل الدراسي للتلميذ، مستوى طموحه، استعداد الفرد للإصابة بمرض نفسي، قدرته على احتمال الألم الجسدي. بنعرف بعض الناس بتعرضوا لأمراض معينة، لحوادث معينة بالحياة، بكون البعض منهم مقدرته على تحمل الألم الجسدي كتير كبير، البعض مقدرته ضعيفة، البعض يقدر يتحمل التعب على نحو أكبر أو أكثر من غيره. كل هذه المواضيع والحالات والتقلبات تجعل من علم النفس محور وأساس في عملية نعم. شو عيني؟ دكتور كأن هي عم تقلك إنه عم بيقطش. آخر شيء بس لو ما خطأت لي اللي قلته آخر شيء. وين آخر شيء؟ إذا نرجع نعيد الفكرة كلها، الواقع أنه الخزانة أو المكتبة السيكولوجية تسخر اليوم بفايض من الأدوات والأجهزة والاختبارات وموازين التقدير المختلفة لهدف قياس الذكاء والقدرات الخاصة اللغوية، العددية، الموسيقية، الميكانيكية، القدرة على الابتكار، تذوق الأدب والشعر، صلاحية الفرد للقيادة، مستوى التحصيل الدراسي، استعداد الفرد للإصابة بمرض نفسي، قدرته على احتمال الألم الجسدي أو التعب، لقياس الاتزان الانفعالي والقدرة على المثابرة أو التعاون، وغيرها من القدرات والسمات والصفات اللي بفكر البعض انه عملية قياسة مستحيلة، ولكن هي فعلا ليست مستحيلة. مثل ما قلت بالبداية، عملية قياس تلك السمات والصفات والقدرات والإمكانيات صعبة ولكنها ليست مستحيلة. إذا اليوم بنكون خلصنا محاضرتنا، المرة القادمة إن شاء الله سوف نتكلم عن مدارس علم النفس. إذا المرة القادمة إن شاء الله سوف نتكلم عن مدارس علم النفس. دكتور؟ أوكي. نعم. بس بدي أقولك إنه أنت ما عملت لي أكسبت على التيمز. يا عيني ما عم نعمل أكسبت، ما بعرف شو عم يحصل. إيه دكتور، وأنا كمان على نفس المشكل واجهت. ما هلا في مشاكل بالنت، خصوصا انتو سنة أولى، اليوزر نيم وما شابه وكل هذا القصص، عشان هيك عم نبعث لكم النيم. نعم. هلا مش هيدي ثالث محاضرة، يعني في قبل محاضرتين صح؟
تنان وهيداك الأربعة. طيب دكتور امتى نقدر نشتري المحاضرات هيدي تكون مطبوعة لنقدر نراجعها؟ عيني في كتاب، في كتاب لل في كتاب خاص بالمادة. دكتور ما في PDF للمحاضرات؟ نعم ما في PDF للمحاضرات؟ لا لا فيش PDF، في كتاب مطبوع وراح يكون موجود بمكتبة مجلس فرع الطلاب، تقدر تحصل عليه. امتى دكتور تقريبا بيكون متواجد؟ اوكي دكتور امتين امتين المفروض تقريبا ان شاء الله. اوكي دكتور يعطيك العافيه. شكرا دكتور، شكرا. يا هلا شكرا يعطيك العافيه. يا هلا يعطيك العافيه. دكتور بدي